معقولة هي ما أكلتي سيري؟ لا ما أكلت سيري بالسودان، عارف اسمه؟ لا. والعرديب تعرف إيش هو العرديب؟ لا. متى أول مطعم حق سيري فتح في السعودية هنا؟ هل عندك خلفية؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي وصديقاتي في كل مكان، ومعكم أخوكم مصعب القاضي. كيف حالكم؟ أتمنى أنكم تكونوا بخير. والمرة الثانية معنا المبدعة الفنانة ديانا. طبعا يا جماعة الحلقة دي يعني هتكون شوية كده طابعة غريبة عن الحلقات اللي قدمناها من قبل كده. في البداية هنبدأ مع ديانا بألعاب بسيطة جدا جدا، كلمات سودانية أشوف إذا هي هتعرفها بالمعنى السعودي أو لا، هنقولها خلال الفيديو. والحاجة الغريبة الثانية يعني يا ديالا ما شاء الله تبارك الله، معقول ان هي ما اكلتي سيري؟ لا ما اكلت. اقول اول مرة اجرب السيري، واحمد ربك احمد ربك انك جربتيه في مكان نظيف. طبعا صاحبنا نورة ده زمان كان معلم سيري على فكرة. ايوه كان عنده محل في حي النزلة فمعلم سيري. هو عنده نظرية يا جماعة، يقول محل السيري لو ما كان مقربع، تعرف مقربع؟ ايوه هو ما يقتنع. ايوه هو ما يقتنع، يقول لك انا ما اقتنع بالمحلات النظيفه. طيب يا مخرجنا، لا انت تقتنع بالمكان ده ولا ما تقتنع بالمكان ده؟ بعد ما يقول بعد التجربه. خلينا نبدا لعبتنا دي على الان. طيب السيري بالسودان عارف اسمه؟ لا. حاول ايش تتوقع اسمه السودان؟ ايش توقع بالسوداني؟ بالسوداني يمكن نفسه. لا 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 نهاية ما لها أي علاقة بالسيري، نهاية ما لها علاقة بالسيري. حاولي. هو عبارة عن لحمة صح؟ حاولي كده بس. طيب أكلات سودانية تعرف إيش الأكلات السودانية اللي تعرفيها؟ ما أعرف أكلات سودانية نهائياً. ما معقولة حرام عليك والله يا ديالي كده السودانيين زعلانين. ترمس بقر ضان مايس. عندنا نحن أكلة مشهورة جدا اللي هي الشيا. طبعا الشيا دي معروف جربتيها؟ الشيا؟ ايوه شيا. ايش الباربيكيو السوداني؟ الشيا دي والله زي ما اقول لك هي عبارة عن الشوي العادي اللي هي الشيا اسمه الشيا. ايوه شيا يسموها شيا. اوكي. هي عبارة عن مشاوي سودانية بس بنسميها نحن طبعا الشيا. واكثر موسم ليها طبعا اللي هو موسم عيد الاضحى. بيستخدموا فيها الشيا اسمها الشيا. ايوه بس السيري على مدار السنه ما شاء الله على مدار السنه هم شغالين. السيري يا استاذ ديالا بالسوداني اسمه اقاشي. ايه اقاشي اقاشي لا لا صعب كده تبغاني كنت اخمد اقاشي. ايوه اسمه اقاشي. نسيت الاسم الاول ايش قلت حق الباربيكيو؟ شيا وهذا اقاشي. فهناك لو مشيت السودان لو قلت له واحد داري يجرب سيري ما حيفهم. تقول له عاوز اجرب الاقاشي حقكم. فمعروفه اللي هي الكلمه السودانيه معروفه هناك اللي هي جدا جدا بعيد. الان طبعا دي البودره حقته طبعا السودانيين ايش يسموها؟ انت في ايش رايك اسم البودره بالسوداني؟ برضو حاول والله اذا السيره الاقاشي كيف اخمن. طبعا هم ياكلوه هناك في السودان من غير الصويا صوص. تقول كيف انتم تاكلوه بالصويا صوص كده تضيعوا الطعم حق الاقاشي او حق السيري. بس هذه فلفل ولا دي بعض البهارات الخاصه فيهم؟ بهارات معينه هم يسووها. طبعا دائما هو المعلم حق السيري هو اللي يكون عارف. خاص للقاشي. هو الوحيدين اللي يكون عارفين سر الدقه. وبالمناسبه بنفس التتبيله دي بيتعامل بيها اللحم وتتبل بيها اللحمه وتتعامل بنفس ال يعني كمان في هنا نفس موجود. ايوه نفس الخلطه. أوكي. طبعا بالسودان يسموها دقه. دقة. ايوه نحن هنا عندنا دقة. ايوه السوداني اسمها الدقة. وطبعا بدون الزبادي والصويا تعتبر هنا دي اضافات هنا اضافات. بس هي الاصل يعني بس بالدقة فقط. بالدقة فقط والليمون والبصل والجرجير فقط. وهنا ما شاء الله تبارك الله المحل هنا مدلعين كمان ضايفين الشيبس والحاجات دي. والله ده سيري مدلع صراحة. ده سيري فايف صار ما بياكلوا بالحاجات دي صراحة ده. ومعروف بياكلوه بالعيش الصامولي. صامولي. ايوه العيش الصامولي يعني حتى لو انا الان اقول لك اللي هو نونا ما ياكلوا بالعيش. لا لا قلت لك سيري بياكلوه بالترتلة يا نونا.
فده سيريه يعتبر مدلل محترم. ايوه لا لا محترم جدا جدا يعني بجد. هم خلوا السيريه ولد ناس على اسم المحل صراحه. فالطعم صراحه الاصل للسيريه بيكون اللي هو للعيش الصامولة وليس بالتورتيلا. بديك حتى كمان طعم احلى. والمشروب السائد اللي هو في السودان عندنا طبعا الكركديه والعرديب. تعرف ايش هو العرديب؟ لا حاولي. كركديه كمان عرديب. قول السؤال تاني. من العصائر اللي هي الشعبية ما تمشي على العصائر اللي هي المعروفة عصائر شعبية. إيش العصائر الشعبية اللي عندكم أنت هنا؟ سوبيا غيرها قريب كمان والله يعني استنى في سوبيا وفي أيوة في شيء شعبي يستخدموه دائما مع البطاطس مع الأشياء دي. لو شفت البطاطس اللي هي اللي كانت في العربية زمان اللي يبيعوها في العربات زمان الشارع. ايوه بطاطس حقت رمضان. ايوه في بعض البهار ده تحديدا يضيفوا للبطاطس مع اللغوص اللي هم يلغوصوها يضيفوا البهار. البهار ايوه هو مو بهار هو يعني يعتبر من هناك عصير بالمناسبه يعني عصير ولا بهار؟ هو هم يضيفوا للبطاطس على اساس انه بهار بس هو عصير. حاول حاول فكر حاول قررت لك هي بزياده لون الصوص ده لما نجي دخول البطاطس لونه اسود. كمون؟ كمون؟ لا قربتي. انا ماني فاشله في البيت اشرب. كمون ما يتعمل عصير نهائيا. فلفل اسود ولا مستحيل حيسوي عصير فلفل اسود. طيب هو العرديب، العرديب ده اللي هو التمر الهندي. التمر الهندي؟ اوكي عشان ما اكل بطاطس بالتمر الهندي ولا مره. وهنا طبعا يسموه حمر تقريبا صح؟ ايوه بطاطس ايوه حمر. حتى تمر هندي. ايوه بالنسبه شوف سبحان الله للكمون الان انت ذكرتيه الكمون في السودان ما اسمه كمون. لو جيت مثلا لواحد قلت له اديني كمون طبعا انتوا الكمون هنا الشمال. ايوه. هناك في السودان الشمال عندنا حاجه ثانيه اللي هي نفسها الكمون. نسميه شمار. والكمون حبة البركة. حبة البركة؟ الحبة السوداء يسموها كمون. والله في شفت كيف اللحظة؟ أيوه. فلو جيت لأي واحد سوداني قلت له أنا أبغى كمون حيديك حبة البركة. جيت قلت له مثلا أنا أبغى والله أديني شمار حيديك اللي هو الكمون. اللي هو فبعض الناس صراحة ما توقعت كذا مرة في اختلاف. اختلاف. خلينا نجرب ونقول بسم الله. أنا صراحة حجرب بدون الصوص حق الصويا وبدون الزبادي. حاجات اول شيء الحال لقمه ايوه لقمه الحال عشان نشوف الطعم حق السيري. طيب قول بسم الله تفضلي. مع الدقه قاعده ما عرفت ما راح انطق غير بسوداني. ايوه طيب. مع الدقه حقتها لازم مهمه جدا الدقه دي اهم حاجه. استطعم سبايسي سبايسي صراحه نديل. لا لا للامانه للامانه والله يا لونا لذيذ والله الجمال بدون اي مجامل استاهل يعني سعره فيه. بعدين انا راح اقول لك السعر عشان ما تنصدم. لا عجبني لذيذ. وده اللي هو انت جاي تجرب اللحم. اللحم اطعم من الدجاج بكثير صراحه. وزي ما قلت لك سبحان الله دائما الاساس هو يكون الاطعم عشان السيري اول ما بدا باللحم بدا باللحم. ايوه بعدين الناس اللي هي حبت تنوع عملت سيري دجاج وسيري لحم. فنحن صراحه ايوه دائما على... اسمع سيري لحم تعرف في الدجاج نتفق على سيري الدجاج. طبعا يا ديال الان أيوة. هنسوي اللي هي الخلطه الشعبيه اللي كل الناس متعوده عليها طبعا. اللي هي اللغوص حقه السيري. طبعا حاجه دقه تحطوا كله ايوه كله 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 مع بعض. بعد كده مع الصويا صوص. يلا بعد كده جربي وادينا رايك. اجرب انا اصلا مجرب يعني قديم خلاص. لا انا اول مره. أول. لا لا جربي صدي اول مره. ايوه جربي وادينا رايك. ايوه يلا قولي بسم الله باليمين. طيب اعطينا رايك بعد اللغوص. طعمه غريب. صح. طيب ايش رايك افضل بدون ولا مع؟ والله الاثنين. الطريقة السودانية التقليدية ولا الحديثة؟ التقليدية عجبتني أكثر. صح؟ بتديك الطعم الحقيقي أيوة للسيري. هذا فيه له طعم غير. أيوة ما يضايق السيري. صح 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 صراحة ده. بس برضو طعم. أيوة بس للأمانة الناس طبعا تفضل الطريقة دي. فكل سبحان الله كل دولة وكل مكان ليه ثقافتهم. أيوة ليه ثقافتهم الخاصة. جانا لكم مرة ثانية ما شاء الله تبارك الله. يعني ايش رايك يا ديالة بما انك انت جربت السيري لاول مره؟ لذيذ مره خاصه اللحم اطعم. لقاشين اللحم دائما هو سبحان الله يعني زي ما يقول لك الاساس دائما هو بيكون الطب صراحه. بعد كده الاضافات الثانيه على حسب برضو تعتمد على الشخص مين اللي مسويه. بالنسبه للدجاج مش بطال يعني صراحه والله صراحه بس اللحم مطعم. ايوه اللحم مطعم يعني كم تعطيه؟
10 عجبني. أنا عن نفسي صراحة أدي 9 من 10 زي ما أقول لك، أنا ما قاعد أقفل المجامع نهائيا كمان. أيوه. وأعطي الدجاج تقريبا أدي 7. أنا أقول 8.5. أنا صراحة أنا أعطي 7 عشان جرب صراحة في أماكن تانية كانت أطعم. ما راح أذكر إيش. أنا ما جربت أول مرة. أيوة. أيوة صراحة. الشيء الثاني بس عليك سؤال، متى أول مطعم حق سيريه فتح في السعودية هنا؟ هل عندك خلفية؟ لا مرة يعني. ولا أنا صراحة. حسبت إن هتقول لي لكن حسيب السؤال ده للمتابعين، هم يجاوبونا متى أول محل سيريه فتح في المملكة العربية السعودية؟ فتح في مكة. أول محل فتح في مكة؟ أنا صراحة ما والله ما أنا أيوة أنا ما عندي صراحة خلفية على الموضوع ده. الحاجة الثانية طبعا بالنسبة للسعر حق الأطباق 33 ريال. لو جينا طبعا نتكلم عن اللي هي الاسعار الشعبيه وبالنسبه للاسعار حقه المحل، المحل طبعا ما شاء الله تبارك الله بالنسبه للخدمه اللي هم بقدموها وبالنسبه زي ما انت ما شاء الله شايف النظافه المكان ديكور المكان، يعني ما شاء الله تبارك الله المطبخ مفتوح بتشوف قدامك كل شيء يعني عادي، حتى محلات السيره زي كده يعني تلقى المعلم عادي قدامك هو شغال ومعرق طبعا هم شيء طبعا العرق ده يعتبر شيء اساسي. لا الحمد لله تقرب المكان صراحة النظافة والديكور أنا أدي 9 من 10 بس كمساحة مكان تعتبر مساحة المكان صغيرة وما عندهم بارتيشن يعني بالنسبة للعوائل لو حابين يجوا فالمساحة أنا أديها 7 من 10 يعني. أيوة 7 من 10 يعني مناسب. حاجة تانية يا جماعة ما شاء الله تبارك الله ديالة جابت لنا لوحتين جميلة جدا جدا، حتحكي لنا أنت عن اللوحتين دي؟ والله شوف أنا في لوحي ما أحكي عن ال إيش تعبر دقيقة ما أحكي أتكلم عن اللوحة جابت ايوه بس احب الناس تتكلم فابغاك انت تقول لي ما شاء الله تبارك الله الان دوجه مراه. انا صراحه لو كان سالتيني اول اللوحه دي ايش هي انا صراحه دي كنت شايفه بوجود أيوة. وعباره عن جبال وهنا السماء جبال هاي هو شايفه انا شايفه انا شايفه ليه. انا بالنسبه لي كذا فانت الان ما شاء الله اللي شرحتيني هي فسبحان الله دائما الفنانين برسموا اللوحات انا اساس كده سالتك انت ايش اللوحه تعبر شو انا ما اعبر عن اللوحه ليش هي الوسيله الوحيده اللي فضفض فيها فهمت عليك يعني كل شيء اطلعه تعبر عن احاسيسك بالرسم ايوه ايوه ما اقدر اسم اللوحه نقدر نقول عليها البيوت اسرار لا هي اسمها سيكريت اسمها السر سيكريت تمام. بالنسبه للوحه الثانيه ما شاء الله تبارك الله دي طبعا الوان فرايحيه اكثر للناس اللي تحب الالوان الفرايحيه كمان قول لي ايش اول شيء جاء على بالك اول هنا صراحه يعني منظر طبيعي اشجار شاطئ بحر سفينة السماء غيوم هذه غيوم غيوم حلو هذه عين انا سمعت على اساس عين حلو ان انت شايفها غيوم اوكي ما سبحان الله انا قلت لك أيوه. كل واحد يعني بيشوف الشيء كذا احب بيشوف الشيء من وجهة نظره ايوه فصراحة الآن أنت أنا زمان كنت يعني للأمانة كنت أستخف بالمعارض حقت اللوحات في فرنسا وفي المناطق دي يعني أقول يا أخي ده صراحة ليش يضيع وقته تلقيه جالس قدام اللوحة نص ساعة وبيحكي أحاسيسه لكن لا الآن صراحة أيوة أنا الآن بالجد لا حسيت بالجد إنه لازم بالجد الواحد يعني يثقف على اللوحات أكثر ويعرف يعني أكثر بالجد إيش الرسام حابب يوصلنا عن طريق الفن حقه إن شاء الله يعني هتتطور أكثر وأكثر بإذن الله تعالى نتمنى لك كل التوفيق وعقبال كده ما نشوف لو حاتك دي في متحف النوفر في فرنسا بإذن الله تعالى ما في شيء زي ما تقول إيه مستحيل أيوة مستحيل فالواحد يعمل ويجتهد وإن شاء الله بإذن الله تعالى يوصل لهدف مجموع طلباتنا دي طبعا يا جماعة اللي هي الكركديه مع الموية مع الأشياء دي كلها 136 ريال هل تشوف انت بوجهة نظرك بما انك انت ما شاء الله اول مره تجرب السيريه وعجبك السيريه هل تنصح احد انه يجرب السيريه؟ ايوه انصح لذيذ هنا المكان نظيف التقديم نظيف الاكل لذيذ مره طعم خلاص الان تاخذي معك تكوي للاهل ان شاء الله تخليهم كمان يجربوا بكره حجيب اهلي كلهم ناكل ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى وبالعافيه مقدمه وبكده تكون خلصت تغطيتنا لليوم اتمنى ان التغطيه تكون نالت اعجابكم واشوفكم في فيديوهات قادمه وشكرا لك يا ديالة حقيقه ما قاعد تقصري معانا وشكرا لوقتك وكمان جابت لنا لون جبل بلاكيكة العسل شغل مرتب وشغل صراحه يعني تغليف
انا اسميه ما شاء الله تبارك الله تغليف مصانع يعني. وانت قلت لي ما شغل بيت صراحه، انا اقول ده ما شاء الله تبارك الله مسوينه في مصنع للامانه يعني. حتى اشوفه في المحلات الكافيهات شغل ما شاء الله تبارك الله مرتب. الله يعطيكم الف عافيه، ما قصرتي وشكرا وشكرين جدا للوالده جدا. ان شاء الله تعجبكم. لا لا ان شاء الله، لا من الشكل خلاص من المنظر حقه ما شاء الله تبارك الله. شكرا جزيلا، الله يعطيكم الف عافيه. السلام عليكم.